يا عم خضير. يا عم خضير الحقني. ايه ده؟ الحقني. حصل ايه يا سونيا؟ ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الراجل الدود حشاش. اقعدي. ضربني وطردني من بيتي زي ما انت شايف كده. لا حول ولا قوة. مش قادرة مش قادرة. الرمة نزلني من غير موبايل ولا فلوس. الناقص او تخلو. بس استني. لا حول ولا قوة الا بالله. يا رب يا رب يا ربي. امسكي. غطي نفسك غطي نفسك. اهو بابلو كده. ايه الحقيقة بابلو؟ في ايه؟ طول ما ابوك عايش مطمنة وحاسة ان انا ليا سند وده، ولما ربنا اداني ادهم قلت معلش اهو بابلو سند وعوض مكان اخوه. وانا عمري ما قصرت معاك يا مرات ابويا. مين اللي عمل فيكي كده؟ مرات ابوك ما قبلت حسك لسه في الدنيا يا بابلو. يا رب. قلت مش هسمع لبابلو. بتتشطر على حرمة عبد السلام؟ الأذية ما فيش أسهل منها. والرغم يا زيد حد، والرغم يا زيد حد أبو سيديك، سيدي، سيدي. تستوى على ستة عشان مكسورة الجناح؟ أستوى عليها إزاي؟ إذا كنت هي أطول منه مرتين، وبعدين دي الرجولة برضه يا معلم بابلو؟ لا، الرجولة إنك تستوى وتعذب الست اللي عايشة معاك عشان مش على تذكرتي. ما تقلش منها تاني عشان ما كرتش بيك قدامها. مش عاجباك عيشتها طلقها بما يرضي الله. هي طلبت منك ان هي تطلق مني؟ وجات لي هدومها مقطعه واكله علقه موت. والله ما حصل. وحياتي انا ما حصل. دي المفتريه نيمتني امبارح من غير عشاء. ما صحتش الا على خطتك الصبحيه واللي انت عملته فيا دلوقتي. يعني انت ما مدتش ايدك عليها؟ والله ما عملت فيها حاجه. حقك عليا يا عبد السلام. أمك اتبهدلت يا أدهم يا حبيبي. ما تخافيش بابلو هتجيبي لي الحق. سونيا خفي على أدهم شوية. اشربي الشاي. أنا بس خايفة إن بابلو يتهور على عبد السلام. الموقوس ما فيهوش زقة. لا يا أختي ما تخافيش. بابلو عارف بيعمل إيه كويس قوي. هو في الأول هيخوفه ودوكها طالما خاف خلاص هيعمل كل اللي بابلو يقول له عليه. يعني تفتكري يجيب لي البشاره؟ ان شاء الله. عملت ايه ولا انت بتعلقنا؟ يا اللي علقتني بصحيح مرات ابويا يا ام. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. هو علشان قصير والا صعب عليك وصدقت كده وطبطبت عليه وجيت. مرات ابويا بلاش انا. عشان اللف والدوران اللي في الدنيا كله انا شفته. ضحكت عليا مره وعديناها خلاص. بابلو انت بتكلم كده ليه؟ يا حبيبي هو ما يقصدش حاجه خالص. معلش يا ادهم انا غلطان. حقك عليا يا مرات ابويا. هو ما يقصدش يضايقني يا ادهم. هو بس تلاقي عبد السلام ضايقه وهو هناك. خلاصة الحكاوة عايزة تطلقي ابريه وهو يطلقك أو اخلعيه. طب وحق؟ وال 250 ألف جنيه اللي كاتبه لي مؤخر؟ والشقة؟ كل حاجة بتمنها يا مرات أبويا وأنا ماليش في الافتراء. وده من إمتى ده؟ أنا قايم عشان ورايا شغل. دوريها في دماغك واللي أنت تشوفيه أنا تحت أمرك. سلام يا أدهم. الله ما ترد السلام على اخوك يا ادهم. سلام. انتي حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.